السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لأدعية الشيخ سعيد النورسي رحمه الله، وأدخله فسيح جناته جنة الفردوس الأعلى. الحين إحنا حنذكر جزئية مسمى الدعاء، خلاصة الخلاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. آمنا بأنه لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد، بألسنة السماوات بكلمات النجوم والشموس والأقمار والسيارات، بشهادة نظاماتها ووظيفاتها المنتظمات. لا إله إلا الله بلسان الجو كلمات السحاب والرياح والبرق والرعد والأمطار المسخرات الموظفات، بشهادة منافعها وتطابقها لحاجات ذوي الحياة. لا إله إلا الله بألسنة العناصر بكلمات مصنوعات من مواليدها ومزينات نتائجها ومكملات خدماتها وكمال المسخرية والانقياد والإطاعة والانتظام في ترابها وحديدها ومائها وهوائها، مع جهلها وجمودها وتشابهها وتماثلها وتشاكسها واستيلائها وانتشارها بلا قيد في ذواتها، مع كمال منظومية وموزونية ما في أياديها. لا إله إلا الله بلسان الأرض بكلمات منافع معادنها، بالحكمة للحاجات وسنابل نباتاتها، بالرحمة للأقوات وثمرات شجراتها، بالعناية للأرزاق وصور حيواناتها المدبرات، بدقائق الحكمة والإرادة في طائف الرحمة والعناية. لا إله إلا الله بألسنة البحار والعيون والأنهار، بكلمات جواهرها المزينات وحيوانات المنتظمات ووارداتها وصرفياتها بالميزان، وادخارها ومحافظتها بالانتظام، وتدبيرها وتدويرها مرض حول الشمس بالاحتشام. لا إله إلا الله بألسنة الجبال والأودية والصحاري، بكلمات أنواع فوائد دفائنها ومنابعها، مدخرات لأنواع حاجات أنواع ذوي الحياة، بكلمات نباتاتها المتسنبلات المرسلات لإنفاق المخلوقات، وبكلمات شجراتها المتثمرات وبكلمات شجراتها المتثمرات والناشرات أياديها، بالثمار لإطعام ذوي الحياة.
لا إله إلا الله بألسنة أنواع النباتات وأصناف الأشجار، بكلمات الأوراق والأزهار والبذور والثمار، المنظومات الموت بشهادة فتح صورها المتباينة بالانتظام والميزان والامتياز. لا إله إلا الله بألسنة أنواع الحيوانات والحوينات، أقسام الطيور والطويرات، بكلمات الأعضاء والآلات والجهازات والحسيات، المنتظمات بشهادة فتح وانكشاف صورها المتميزات، الموزونات المزينات. لا إله إلا الله بألسنة جميع الأنبياء والمرسلين، بكلمات كمالاتهم ومعجزاتهم وكتبهم وصحفهم ومعاملاتهم ومناجاتهم القدسيات، وبشهادات الإمدادات والإكرامات والإعانات الغيبيات بلات الربانيات لاستمدادهم ومناجاتهم. لا إله إلا الله بألسنة الأخيار والأصفياء والصديقين، بكلمات حججهم وبراهينهم ودلائل النورانيات المتوافقات. لا إله إلا الله بألسنة جميع الأولياء والأقطاب، بكلمات المشاهدات والكشفيات المتطابقات. لا إله بألسنة الملائكة والأرواح الطيبين، بكلمات التسبيحات والتحميدات ملء الدنيا بشهادة توافق إخباراتهم المتواترات عند تمثيلات لأنظار الإنسان ألف ألف مرات. لا إله إلا الله بألسنة العقول المستقيمة والقلوب السليمة، بكلمات يقينياتهما وقناعاتهما إلهما وكشفياتهما المتطابقات مع تخالف المذاهب والمشارب. لا إله إلا الله بألسنة كل الكتب والصحف السماوية، بكلمات جميع الوحيات الهامات في الأعصار والأقطار، نعم كما يظهر ربوبيته وشفقته فعلا وحالا بالمشاهدة، كذلك يعلن رحمانيته وألوهيته وحمن بالبداهة. لا إله إلا الله بكلية لسان محمد عليه الصلاة والسلام، بكلمات كمالاته ومعجزاته وحقائق دينه وإجماع آله وأصفياء أمته على تصديقه في التوحيد بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. لا إله إلا الله بكلية لسان القرآن المعجز البياني جهاته الست والمصدق من جانب المقامات الست والمقرر بالحقائق الست، بكلمات سوره وآياته وثمراته وحقائقه وأسراره. لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد بلسان الحقيقة الإنسانية، بكلمات حياتها
وحسياتها ومقياسياتها ومرتاتها بكلمات صفاتها وأخلاقها وخلافتها وفرهستها وأنانيتها وبكلمات مخلوقياتها الجامعة وجوديتها المتنوعة واحتياجاتها الكثيرة وفقرها وعجزها ونقصها الغير محدود واستعداداتها الغير محصورة. لا إله إلا الله بمحيط لسان الكتاب الكبير المجسم والقرآن الجسماني المعظم بكلمات وارداتها وصرفياتها وسكنتها ومشتملاتها وتجديداتها وتبديلاتها بالانتظام والميزان دوسي والإمكان والتغير في كل سكنتها والتغير والتصوير والتدبير بالانتظام في جميع مشتملاتها والتعاون والتساند والتناسب بالميزان في عموم. لا إله إلا الله بشهادة الواجب الوجودي بتجليات صفاته وأسمائه وشؤونه وأفعاله وبكلمات آثاره ومصنوعاته المدبرات بكمال النظام والميزان وبدلالة تبارز الألوهية المطلقة في أقطار الكائنات تظاهر أنواع العبادات من أنواع الموجودات في تظاهر الربوبية العامة لجميع المخلوقات في مشاهدة الفاعلية الشاملة لجميع المصنوعات. لا الواجب الوجود الواحد الأحد ذو الكمالات والكبرياء والعظمة المنافية للشركة. لا إله إلا الله ذو الحاكمية والإمرية المانعة من الشركة. لا إله إلا الله ذو الربوبية العامة والألوهية المطلقة المستلزمة للوحدة. لا إله إلا الله تحية العامة المتماثلة لا إله إلا الله ذو الرحمانية الواسعة المتشابهة. لا إلادة المحيطة من الذرات إلى السيارات. لا إله إلا الله ذو الإعاشة الشاملة المقننة لجميع ذوي الحياة المختلطات المتداخلات. لا إله إلا الله المحيطة وخالق العناصر والأنواع المستولية. لا إله إلا الله خالق الأشياء بالكثرة المطلقة مع الانتظام المطلق في السرعة المطلقة مع الاتزان المطلق مع الاتفاق المطلق في الخلطة المطلقة مع الامتياز المطلق في المبذولة المطلقة مع غلو القيمة الدالة. هذه الكيفيات على الوحدة بالبدء. لا إله إلا الله الذي تزاحمت خواتم وحدته على كل مكتوب من مصنوعاته. لا إله إلا الله الواحد الأحد بشهادة وحدات مدارات تداب المستلزمة للوحدة مع الانتظام الأكمل العام المنافي للشركة. لا إله إلا الله بشهادة التعاون والتجاوب والتوازن
في أجزاء العالم أدي مع إتقان الصنعة الشعورية في كل شيء على مقدار قامة قابليته المقننة بقلم القدر الدالة على الأحدية. لا إله إلا الله، الملك الحق المبارك، صادق الوعد الأمين، بشهادة ظهوره دفعة مع أمته بأكمل دين وإسلامية وشريعة وبأقوى إيمان واعتقاد ومناجات ودعوة وبأعلم تبليغ وأتم متانة، خارقات مثمرات لا مثيل لها تدل على غاية جديته وإطمئنانه وثوقه واعتماده وكمال صدقه وحقانيته وبشهادة اتفاق حقائق أركان الإيمان على تصديقه وبشهادة ذاته ومعجزاته وبشهادة القرآن بما لا يحد من حقائقه وبراهينه والجؤشن بقدسيته إشاراته والنور بقوة دلائله وإرهاصاته والاستقبال بتصديق ألوف حادثاته وآل بقوة يقينياتهم في تصديقه بدرج حق اليقين والأصحاب بكمال إيقه بدرجة عين اليقين والأصفياء بقوة تحقيقاتهم في تصديقه بدرجة علم اليقين والأقطاب بتطابقهم على رسالته بالكشف واليقين بتواتر بشارات الكواهن والهواتف والعرفاء في الأدوار السالفين ومشاهدة بشارات الرسل برسالته المقدسة للأنبياء والمرسلين وبشهادة الكائنات بغاياتها وحكم حقائقها على رسالته بسر توقف حصول غايات الكائنات فيها وتقرر قيمتها ووظائفها وتبارزها وتبارز حسنها وكمالاتها وتحقيق حكم حقائقها على الرسالة كما على الرسالة المحمدية الجامعة إذ دولة الرسالة المحمدية لصارت هذه الكائنات المكملة صاحب المعاني السرمدية هباء منثورا متطاط الكمالات وهو محال من وجوه وجهات. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين محمد رسول الله، صادق عادة صاحب الكائنات وخلاقها ومتصرفها ومدبرها بأفعاله وإجراءات ربوبيته على رسالته كفعل رحمانيته بإنزال القرآن المعجز وبإظهار أنواع المعجزات على يديه وبتوفيقه وحمايته في كل حالاته وبإدامة دينه بكل حقائقه وبإعلام وبإعلاء إكرامه على جميع مخلوقاته بالمشاهدة والعيان وكإجراءات ربوبيته بجعل رسالته
شمسا معنوية فهرسته كمالات عباده وبجعل حقيقة مرآة جامعة لتجليات ألوهيته بالحجة والوظائف قدسيات لازمات لوجود المخلوقات في هذه الكائنات كلزوم الرحمة والحكمة والعدالة وكلزوم الشمس والضياء والنسيم والنعمة فيا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن نشهدك ونشهد جميع الدلائل السابقة بأننا نشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم العليم الحكيم القدير المريد السميع البصير المتكلم الرحمن الحسنى لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكذا نشهدك ونشهد الدلائل المذكورة بأننا نشهد بأن محمد عبدك ونبيك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين عنايتك والشمس هدايتك ولسان محبتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك ومخلوقاتك وكشاف تلصم كائناتك ودلائل سلطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك كائناتك ومدار شهودك وإشهادك ومرآة أنوار محبتك لجمالك وأسمائك ومحبتك لصنعك ومحبتك لصنع وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين ولبيان محاسن سلطنة ربوبية رب العالمين في حكمة خلقه صنعة صبغة نقوش قصر العالمين ولتعريف كنوز جلوات أسماء رب العالمين بإشارات حكميات كلمات آيات سطور كتاب العالمين ولبنوات والأرضين فصلي عليه وعلى آله وصحبه بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة إلى آخر الزمان واجعل برحمتك هذه التفكرات الإيمانية حسناتي وفي صحائف حسناتي طلبت رسالة النور الصادقين وفي صحائف حسناتي أستاذنا السعيد النورسي وفي صحائف وفي صحائف حسناتي آبائنا وأمهاتنا آمين والحمد لله رب العالمين. كده خلصنا التسجيل. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله حسب محمد عبده ورسوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا رب يسر الأمور يا رب سهل الأمور يا رب يا منان
يا رب يا منان، يا رب يا حي وقيوم، يا ملك قدوس، يا رب يا الله، يا رب يا منان. مرام عبد الله ابراهيم فطاني، فيسبوك نيم مرام عبد الله فطاني، وان شاء الله راح احطه في النت فهيعتبر كصدقة جارية وثوابه باذن الله. يا رب تقبل عملي هذا باحسن قبول، يا رب ثوابه الراجع لمرام فطاني واهلها والمسلمين الاحياء منهم والاموات، ولا إله إلا الله محمد رسول الله والكل. واستودعت